جميلة كانت جميلة. سمير الزكرومي يمرر بدوره في اتجاه صلاح الدين عقار في الجهة اليسرى، يمرر كرة خطيرة خطيرة، يتدخل الدفاع، هدف لصالح فريق الجيش الملكي ضد مجرى اللعب وخطأ لدفاع فريق أولمبيك أسفي. مهدي النغمي يسجل أولى أهداف اللقاء في حدود الدقيقة 34. كانت تمريرة وسوء تقدير أعتقد من المدافع، مدافع فريق أولمبيك أسفي. نتابع اللقطة يعني بشكل مركز. مرة صلاح الدين عقال، كان سوء تقدير من مهدي خرماج اعتقد. او كان يوسف الترابي، سوء تقدير من يوسف الترابي. اراد تمرير الكرة بالرأس للحارس حمزة حمودي، لكن مهدي النغمي يستغل الفرصة ليعلن تسجيل الهدف الاول لفريق الجيش الملكي.